ده ايه الفستان ده؟ ايه الست دي؟ ازاي جوزها سابها تخرج من البيت كده دي؟ ما هو ماشي جنبها يا باشا وفشخ ضب على الاخر يا سعاده الباشا. يا باشا هو في حد يحط ايده على الامكانيات ديت وما فشخش ضبه؟ يخرب بيت ابوكي، جامده بالذمه يا باشا. ده فستان، امال قميص النوم يبقى عامل ازاي؟ دي حاجه تتب الاعصاب. امال انا اعمل ايه يا سعاده الباشا؟ ليل ونهار عمال اتفرج على الحاجات ديت. لما واحد بيروح البيت ويشوف مراته بيبقى عايز ينعل اليوم اللي هو اتجوزها فيه. وصلتوا لحد؟ لسه مع الباشا لحد بقى لسه. وبعدين يعني احنا الفجر داخل علينا. ورحمه ستي يا باشا، من ساعه ما جيت وانا مقع عيني في الشاشه، وان شاء الله هجيب اللي اداني القنبله، اللي اداني الجواب. ما تنزل يا ابني ايدك، انت كل ما تشوفني تقعد. اوعى يا حلاوه يا حلاوه. وانتوا ان شاء الله بقى هتوصلوا لاي حاجه ازاي وانتوا قاعدين ممققين عينيكم في ملذ وطاب من بدائع النساء؟ انا بقول نبعت نجيب بقى شويه بيره وسوداني على اساس برضو الفرجه تبقى بمزاج. هو انا يعني يا باشا بتفرج لوحدي ساعه الليل؟ نعم يا اخويا، احنا نهرج ولا ايه؟ ايه بتفرج لوحدي دي؟ اتفضل حضرتك جر الزفت ده، ولما يظهر لك جنس ذكر في الصوره توقفه. حاضر يا فندم. حاضر. ما تفعليش على امور المرقعه دي، اتفضل. حاضر يا فندم. احنا اسفين يا باشا، اوعى تتحرك والنبي من مكانك. والله ما انت متحرك، احنا اسفين ان احنا قلقنا منامك. لا لا ما انا عايزك. حاضر يا باشا. اسمع مان. ايوه. انت كويس وانا بحب شغلك. ايوه باشا. فما تزعلنيش منك بقى عشان انا زعلي غبي. حاضر. واضح؟ واضح باشا. لا مؤاخذة يا باشا، بعد إذنك جنبك شوية كده. لا مؤاخذة، بعد إذنك. بص قدامك، ركز في اللي بتعمله. لما نشوف أم الليلة دي هتخلص على إيه. مصمم ده، مش بيرن زي عوايده، ده شكله بيتصل. استر يا رب ما يكونش فيه مصيبه تانية. الو، انت فين يا ولد؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايوه يا حاج، انا كنت فاكرك بترن. كنت هكلمك دلوقتي حالا. المهم ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ وانت عرفت منين؟ الله، انت عايزني افضل طرطور ولا ايه؟ يعني البلد كلها تعرف اللي حصل لامينه وانا لا؟ بس الموضوع جه على غفله وخدنا كلنا على اخوانا. ده حتى امها لسه ما تعرفش. والله ما تعرف. المهم اخبار امينه ايه وعامله ايه دلوقتي؟ ادعي لها يا حاج، ادعي لها ربنا يقومها بالسلامه. ليه يا ولا؟ هي امينه مالها؟ هو انت عرفت لحد فين يا حاج؟ يعني ايه لحد فين؟ ما تنطق يا ولا. هو امينه كانت عايزه تموت نفسها واحنا لحقناها. تموت نفسها؟ يا نهار اسود، ليه؟ وجوزها فين؟ وانت ما تعرفش ان جوزها طلقها؟ ملايكة عايزة تموت نفسها ليه؟ جوزها طلقها؟ يا نهار ابوه اسود، هي بنات الناس لعبة يا ولا؟ والله قلت لهم كده، قلت لهم هي بنات الناس لعبة، بس للأسف ما لحقتوش. ده لو كنت لحقته كنت طحنته. What is wrong tonight with everybody?
You listen to me. انت بتكلم مين يا ولا؟ If you're planning to stay up all night long walking around, running around, talking over telephones, please let me know so I can find myself another room or probably another hotel to stay in. Sorry, sorry, sorry يا خواجة. Jesus Christ. My sister is tired. Go sleep. Go sleep. لا مؤاخذة. لا اصل انا بكلمك من طرقة الاوتيل فالظاهر صوتي صح الناس. المهم اخبار امينة ايه وعاملة ايه دلوقتي؟ يا نايمة جوه دلوقتي واخدة حقنة مهدئة. أنا هلبس هدومي واجي أشوفها. تيجي فين يا حاج؟ ما أنت عارف اللي فيه. إذا كانت ما كانتش عايزاك تشوفها وهي عروس، هتشوفها وهي متطلقة. يا كلب يا حيوان يا جزمة. بقول لك يا حاج أنا، أنت كده دايماً كلمة الحق تقف في زورك. جت تسر حقك. بص يا حاج أنا داخل على حتة الشبكة فيها ضعيفة والإشارة شكلها هتقطع. أنا لما صافي تصحى. صافي مين يا ولد؟ أمينة لما أمينة تصحى هبقى أخليها تكلمك، هقولها إن أنت اتصلت وأخليها تكلمك وتراضيك آخر رضا، عشان رضا الأب من رضا الأم، ورضا الاتنين غير رضا التلات خالص، يعني رضا الأب حاجة كويسة. أنت بتهزر يا حيوان؟ لجيناوي يا حبيبي لجيناوي. ألو أنا مش سامعك كويس يا حاج، الصوت بيقطع، هبقى أكلمك تاني. يا ريتني ما رديت، يا ريتني ما رديت. أنا أحسن حاجة أقفل المخروط ده، أنا مش ناقص وجع نافوخ. ايه يا دي النيلة، انا نسيت المفتاح جوه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اصحيهم؟ حرام ده انا ما صدقت يناموا. احسن حاجة انا اخش اريح في اوضتي. انا قعدة الكرسي قطمت لي ظهري. انا نام. بس افرض امينة صحيت دلوقتي وعملتها تاني، اعمل ايه انا دلوقتي؟ لا دي واخدة حقنة مهدئة ونايمة زي الملايكة. ربنا يسترها ان شاء الله. أكتر من كده وزيح ربنا. أنا نام. بقولك يا باشا، يعني كان ليا طلب صغير، يعني ما ينفعش نريح نص ساعة؟ مش عشان وحياة أمي، بس عشان خاطر يعني ما رشيتش على حد غلط أودي نفسي في داهية. تصوتوا الحاجة ولا إيه؟ لا لسه مع الباشا. أمال إيه الرغي ده؟ إحنا بس يا باشا يعني كنا طمعانين في ساعة واحدة يا باشا. ده هو اللي بيقول ساعتك. وانا كنت بشخر كده وانا نايم. لا شخر ايه بس يا باشا، ده بس شويه نفس خفاف يعني. طيب اعمل هتريحوا لكم ساعه، انا هروح اخد دش واغير هدومي اريح لي ساعتين ولا حاجه. لو في اي جديد تكلمني على طول. حاضر يا فندم. انا مش عايزك تقلق معايا يا باشا، احنا مطولين هنا شويه سعادتك، ولو الكاميرا دي خلصت هنخش على غيرها. ما تقلقش يا فندم. عماد انا مش محتاج افكرك، هترجعوا تكملوا شغل بعد ساعه بالظبط. انت عارفني يا حمام، ممكن ما انامش اساسا وتقولي فوق دماغك. عارف يا باشا. ربنا يكرمك يا باشا، ان شاء الله قبل ما حضرتك تروح وتروح في النوم نكون اديناك الخبر كويس. سلام يا باشا. ورحمة ستك، لا تركز لغاية ما تجيب لنا الراجل اللي بندور عليه. حاضر. Thank you.
يا حيوان. كمال خليك معايا، بص على الموبايل بس. قفل. تعرفش عماد كان عايزني فيه؟ ايه ده؟ تقول ايه؟ صافي مين؟ امتى ده حصل؟ اتقتلت ازاي؟ طيب انا جاي لك في السكه، ما تخليش بس حد يخرج بره الفندق خالص. لا 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 موظفين ولا نزلاء ولا جنس كائن حي. ماليش دعوه، سياح بس سياح، ده موضوع ما يخصنيش. زق بتوع شرطه السياحه بابا يعرفوا يتصرفوا. بقول لك ايه؟ كان في حد في الجناح طيب معاه؟ والواد اخوها كان فين؟ والبنت مديرة عملها دي؟ اني ست؟ طيب افتح محضر وخد اقوالها وادوا اشاره للنيابه والمعمل الجنائي. بقول لك ايه يا كمال، الواد اخوها والبنت مديرة اعمالها، شوفهم لي اذا كانوا لسه في الفندق ولا عملوا مغادره. هاتهم لي من تحت تغطيه الارض. انت فاهمني، اهتم بالنقطه دي. طيب مع السلامه. مش عايزين هاوس كيبر، الاوضه نظيفه وزي الفل. انا نام. تربيت سنين ام الرزاله دي. انت نايمه ولا مقتوله انت كمان؟ ده انت جباره. في كده في الدنيا حد يصحي حد بالمنظر ده؟ طيب ده انا هخرب بيت الاوتيل ده.
طيب احنا لسه بدري، احنا لسه الظهر. نعم اديني فتح. انت بركات عبد الحميد؟ ايوه انا حضرتك. هو في ايه؟ انتوا مين؟ احنا عايزينك شويه بركات. عايزيني فين؟ حضرتك واضح ان في سوء تفاهم في الموضوع، بس لو شرحته لك احنا شباب زي بعضه، يعني اكيد مش هتفهمني غلط صح؟ هو في حاجه ولا ايه حضرتك؟ محدش يخرج ولا يدخل. يا سعاده الباشا، يعني ايه ما نخرجش حد من الاوتيل؟ طيب افرض حضرتك ان في فوق سياحي عايز. بقول لك ايه، هي دي التعليمات اللي عندي، تنفذوها وخلاص. ايوه يا فندم، بس كنا عايزين نعرف ايه الحكايه بالظبط عشان يعني لما حد يسالنا نروح بقى نفهم. مش لازم تعرف يا سيدي، نفذ وخلاص. ربنا يوفقك يا باشا. اتفضل حضرتك، اتفضل. شفت انه حاضر؟ حاضر خلاص. حاضر خلاص. مش من حقه يزعق لي. اهدى يا عم تنجي. وانت التاني ليه بتساله زي ما نكون مش عارفين ايه اللي حصل؟ يا عم سيبه يعمل فيها عبد المهم واحنا نعمل عبد العبيط، بدل ما يقعد يقول لك سين الجيم مين اللي قال لكم عرفتوا منين؟ صح، مع ان الاوتيل عارف كل حاجه. وحياتك وعلى اخر النهار مصر كلها هتكون عرفت. يا جماعه اللي حصل ده مش شويه، ده بكره يبقى حديث المدينه على راي مفيد فوزي. مين كان يصدق يا جدعان؟ صافي سليم اللي كانت عروسها امبارح بالليل منوره الكوشه يطلع عليها الفجر جثه هامده. ويا ريتها ماتت موتة ربنا. دي ماتت مذبوحه يا اخي والعياذ بالله. العيال بتاع الهاوس كيبنج بيقول لك دخلوا عليها الاوضه لوها قطعتين، الراس لوحدها والجسم لوحده. يا ساتر يا رب. انت اي كلام بتقعد تصدقه يا تنجي؟ ده فشار ده. انا بقى سامع بقى ان هم دخلوا عليها لقوا في فاس جوه. فاس ايه؟ فاس ايه؟ بقول لك كده فاس جوه يا ابني. ما كانش فاس، كانت سكينه. كانت سكينه جوه الرقبه والراس كانت سليمه. يا سلام، وهتعمل ايه بقى بالراس السليمه دي؟ عشان تفتكر لو حد سالها مين قتلك. اتفضل بيهزر. يا جدعان والنبي بطلوا هزار بقى، الموضوع مش مستحمل. ركزوا بس معايا شويه كده. تفتكروا مين اللي قتلها؟ أنا عرفت. جوزها هو اللي قتلها امبارح بالليل بعد الفضايح اللي هي عملتها. إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ لا بقول لك إيه يا تنجي؟ أنت مش شفته كان خارج قدامنا إزاي خلصان؟ وبعدين يبقى جوزها ويقتلها؟ أنت مجنون؟ صح. بالعكس، ده أنت أول مرة تقول حاجة صح. إشمعنى؟ لأن الحالة اللي كان خارج فيها تؤكد إن هو اللي قتلها. صح. مش خرج قدامنا وما رجعش تاني؟ يا عم انت رحت تريح ساعتين، لكن احنا ما اتحركناش من هنا، وانا بقول لك ما شفناهوش رجع تاني. صح، خرج من باب الجراج. صح صح. صح. هاني ده كان خارج قدامنا على رجليه يا اخي. ايوه، ما خرج على رجليه قدامنا عشان احنا نشوفه نقوم نشهد معاه لما يرجع ويقتلها وشهادتنا تبقى في صفه. صح. تفتكر ده يبقى ابن جنيه دماغه سم؟ انا اللي دماغي سم. دي سم فران. اخدك صوره سم بقى.